ازيك عامل ايه؟ يا رب يكون دايما بخير. اهلا بيك في الموسم الثاني من كورس تعلم الانجليزيه من الصفر مع احمد حسن. في حلقه النهارده هنتعلم ازاي نتكلم عن عيد الميلاد، ازاي تتكلم عن عيد ميلادك، وازاي تسال صاحبك عن عيد ميلاده، وازاي تعزم صاحبك على عيد ميلادك او على حفله عيد ميلادك، او لو صاحبك عزمك على حفله عيد ميلاده تقول له ايه بالظبط. انا اسمي احمد حسن وانت بتتفرج على كورس تعلم الانجليزيه من الصفر على لانا دفن اكاديمي. لو عايز تقول الشهر اللي فيه عيد ميلادك، عايز تقول مثلا ان عيد ميلادك في شهر 5، هتقول my birthday is in May in May. يبقى الشهور بيجي قبلها in، فتقول in May in August in March. اما بقى لو عايز اتكلم عن يوم ميلادي، عايز اقول مثلا ان انا اتولدت يوم 15 مايو، هقول my birthday is on May 15th. My birthday is on May 15th. يعني عيد ميلادي يوم 15 في شهر مايو. هيجي واحد يقول لي طب ما انت كده ما قلتش يوم، انت كده قلت شهر، انت قلت مايو او قلت May 15th. هقول له بس انا لما اقول May 15th ده معناه ان ده يوم 15 في شهر مايو. وخلي بالك من حاجة مهمة جدا تاني، انا قلت 15 ما قلتش 15. لازم احط رموز معينة كده بعد الايام عشان اعرف الناس ان انا بتكلم عن يوم حاجة معينة، مش مجرد رقم بحطه وخلاص. ولو عايز تعرف تفصيل اكتر عن الرموز اللي بتحط بعد الارقام عشان تعبر عنها اعداد لشيء معين، ارجع للموسم الاول من تعلم الانجليزية من الصفر مع احمد حسن على قناة اليوتيوب بتاعتنا، هتلاقي كل حاجة مشروحة بالتفصيل. نرجع بقى الموضوع تاني. يبقى لو انت عايز تقول عيد ميلادك يوم كذا، هتقول my birthday is on وبعد كده اليوم بتاع ميلادك. اما لو عايز تقول ان عيد ميلادك في شهر كذا، هتقول my birthday is in وبعدين تقول شهر اللي فيه عيد ميلادك. اما بقى لو عايز تسأل صاحبك هو عيد ميلادك امتى، هتقول له when's your birthday. when's your birthday، ف when's دي اللي هي when is، فانت ما بتقولش when is بقى، انت بتقول when's، بتختصرها بتقول when's your birthday. when's your birthday، هو عيد ميلادك امتى؟ فهو عشان يجاوبك على السؤال ده، يا اما يقولك it's on وبعدين يقولك اليوم بتاع ميلاده، او يقول لك اتس ان وبعدين الشهر. هو لو عايز يقول لك الشهر هيقول لك اتس ان وبعدين اسم الشهر، لو عايز يقول لك اليوم هيقول لك اتس اون وبعد كده الاسم بتاع او يوم الميلاد بتاعه في الشهر المعين. اما بقى لو واحد صاحبك عايز يعزمك على حفله عيد ميلاد، هيقول لك ار يو كامينج تو ماي بيرثدي بارتي. ار يو كامينج تو ماي بيرثدي بارتي، هو انت هتيجي حفله عيد ميلادي ولا لا؟ فانت مش عارف بقى حفله عيد ميلاده امتى. لو انت مش عارف هتقول له وات داي از ات، وات داي از ات، هي في يوم ايه حفلة عيد ميلادك دي عشان انا مش عارف. What day is it؟ فهو عشان يجاوبك على السؤال ده هيقول لك it's on وبعدين اليوم بتاعها، او it's in وبعدين الشهر بتاعها. وبكده تكون خلص حلقة النهاردة، هي حلقة بسيطة بنبدأ بيها الموسم الجديد بتاعنا. لو استفدت من الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف كل الحلقات اللي جاية، وكمان لو عايز تتفرج على الحلقات القديمة اتفرج على الموسم الاول كله عشان تراجع كل الموضوعات اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في كورس تعلم الانجليزية من الصفر مع احمد حسن. واشوفك الحلقة الجاية.